السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بكم مشاهدي قناة الجزيرة مباشر الكرام، معاكم دكتور مراد علي، استشاري إدارة الاستراتيجية وخبير إدارة الأزمات. في الحلقات الماضية تحدثنا عن الأزمات، وقلنا أن الأزمات أصبحت جزء من حياتنا في العالم المعاصر، وكلنا محتاجين نتعلم إزاي ندير الأزمات، إزاي نحولها لفرصة، وإزاي نستفيد منها. وتكلمنا عن أهمية حل المشكلات أولا بأول علشان ما تتحولش إلى أزمة، وكذلك تحدثنا عن أنواع الأزمات وخصائصها. طيب إيه أهدافنا من إدارة الأزمة؟ يعني أنا لو تعرضت الأزمة سواء على المستوى الشخصي أو على المستوى المؤسسة أو حتى على المستوى المجتمع، ماذا أريد أن أحقق من إدارتي للأزمة؟ طبعا أول هدف منطقي هو وقف التدهور وتقليل الخسائر، يعني إحنا عايزين نمنع الأزمة من التوسع، عايزين نقلل حجم الخسائر سواء البشرية أو المادية، عايزين نقصر أمد الأزمة، فبدل ما تستمر أسابيع أو شهور نحاول ننهيها في أقل وقت ممكن. الأزمات عاملة زي الحرائق، بيبقى هدفي محدش يتصاب، الخسائر المادية تقل، الحريق لا يمتد لمناطق أخرى، أسيطر على الحريق في أقل وقت ممكن. الهدف الثاني من إدارة الأزمة هو تأمين وحماية الأفراد، تأمين وحماية المجتمع، المؤسسة. فمثلا في أزمة كوفيد أحد أهدافنا الرئيسية تأمين الأفراد فلا يصابوا بالمرض، تأمين المجتمعات فتستمر حركة الحياة قدر المستطاع ونتجنب انهيار الخدمات أو الكساد في الاقتصاد. برضو من أهدافنا تأمين المؤسسات فلا الشركات تفلس ولا حركة الإنتاج تتوقف. قبل ما نتكلم عن الهدف الثالث من الأزمة خليني أوضح نقطة مهمة جدا، إن مفهوم إدارة الأزمة لا يقتصر على إدارة أحداث الأزمة بل يمتد إلى ما بعد انتهاء الأزمة، وده اللي هنوضحه في الحلقات القادمة. علشان كده من أهداف إدارة الأزمة اتخاذ إجراءات تمنع تكرارها أو تمنع حدوث أزمات مشابهة، يعني إحنا عايزين نتعلم من الأزمة الحالية الكوفيد كي نمنع تكرار موجات جديدة، كي نمنع انتشار أوبئة مشابهة. طيب في أزمات ما بنستطيعش نمنعها، مثلا نحن لا نستطيع أن نمنع البراكين أو الزلازل، نحن لا نستطيع أن نمنع بالكلية حوادث العنف أو السطو أو التخريب. هنا مهم أن الهدف يبقى التعلم من أسلوب إدارة الأزمة الحالية لتجهيز نفسنا لأزمات قادمة، والتطوير وسائل اكتشاف الأزمة مبكرا قبل ما تستفحل وتتضخم. في عندنا هدف رابع من أهداف إدارة الأزمة ألا وهو حماية السمعة. أثناء الأزمة سمعة حضرتك كفرد كمدير، سمعة المؤسسة بتكون على المحك، الناس بيكون لديها علامات استفهام عن مسؤوليتك عن الأزمة، زي ما حصل العالم كله تساءل عن مسؤولية حكومة الصين في أزمة كوفيد، وسمعة الصين أصبحت محل شك وما زالت الحقيقة. ولكن مش بس السمعة بتتأثر في أن أنت السبب في الأزمة أو لا، ولكن أنت بتبقى سمعتك في اختبار آخر، الكل بيسأل عن كفاءتك في إدارة الأزمة. وزي ما شفنا أزمة كوفيد كانت سبب رئيسي في تدهور سمعة ترامب مثلا بين الأمريكان، وفي انخفاض شعبيته بل في خسارته الانتخابات. وإحنا بنشوف أزمات كتير بتعرض مسؤولين إن هم يخسروا وظائفهم ويخسروا مستقبلهم لأن المجتمع لم يكن راضيا عن إدارتهم للأزمة. من أجل ذلك مهم جدا أن تعطي أولوية لإدارة سمعتك وسمعة مؤسستك، وأنك تدافع عنها بشكل احترافي وموضوعي. الهدف الخامس والهام جدا من إدارة الأزمات هو الاستفادة من الأزمة لإجراء عمليات إصلاح وتطوير. الفرد الحكيم والقائد المحنك بيحول الأزمة لفرصة، فرصة لتدشين عملية إصلاح ولإدارة عملية تغيير. الأزمة بتكشف لنا عن مواطن خلل، بتعري أفراد ذوي نفوس ضعيفة أو ذوي قدرات محدودة. الأزمة بتساعدنا نكتشف مواهب وقدرات، بتساعدنا نتعرف على فرص ما كناش شايفينها، وبتساعدنا ان احنا نتخذ قرارات جريئة لم نكن نستطيع ان نتخذها في الظروف العادية. علشان بعد الأزمات عموما الأفراد والمؤسسات والمجتمعات بيبقى عندهم استعداد كبير لقبول عملية الإصلاح والتغيير، ودي فرصة يجب ألا تضيعها. فبعد احتواء الأزمة مهم جدا ان حضرتك تدشن عملية جريئة للتطوير والإصلاح، مش بس على المستوى الشخصي، مش بس على مستوى المؤسسة، ولكن حتى على مستوى الشخصي. حضرتك محتاج تفكر انت محتاج تغير ايه، محتاج تتعلم ايه، محتاج تستفيد من الأزمة دي ازاي.
النهاردة اتكلمنا عن أهدافك من إدارة الأزمة، قلنا للهدف الأول تقليل الخسائر ووقف التدهور، قلنا للهدف الثاني تأمين الأفراد والمجتمع والمؤسسات، الثالث منع تكرار الأزمة واستعداد أفضل لأزمات مثيلة، الرابع الحفاظ على سمعتك وسمعة مؤسستك، أما الهدف الخامس والهام جدا فهو الاستفادة من الأزمة لإجراء عمليات الإصلاح والتطوير. بإذن الله في الحلقات القادمة سنتحدث عن كيفية تحقيق الأهداف ديت وعن مراحل إدارة الأزمة. بشكر لحضراتكم متابعتكم معنا، بنتظر تعليقات حضراتكم القيمة، ولو ليكم أي تساؤل رجاء تبعتوا لنا ونسعد تملي بمشاركاتكم. كان معكم دكتور مراد علي استشاري الإدارة الاستراتيجية وخبير إدارة الأزمات، شكرا لكم.